كل إشي حتعمله. إيش يا حلوين؟ كيف حالكم؟ شو الأخبار؟ جميلة. ليش اليوم في المطبخ؟ اليوم قررنا نعمل شغلة. تاخذ ماما إجازة. تمام. وإحنا نرتب لها المطبخ. سؤال بابا. نعم. السؤال الأول، هل إلكم على ترتيب المطبخ؟ يعني بتساعدوا ماما؟ يس. طيب وهل هذا الشيء بيخدم ماما وحتنبسط فيه؟ ماما ماما حتاخذ اجازه واحنا نرتب. يا بابا هي اجازه، هي بدها اجازه. ماما حتريح والبنات حيعملوا الغداء بعد ما خلصت. الله يعطيها العافيه ويسلم ايديها. البنوتات بدهم يرتبوا كل شيء موجود. طيب انا بهي الاشياء تعرف شو بدي اعمل؟ بدي اعمل لي كاسه شاي. واحنا بعد نرتب. لا بابا انا بدي اشرف عليكم هلا، اكون مشرف العام. ايش مش عاجبكم؟ لازم نشتغل فكرة حد ساعدنا. وانا كمان. طب شو اسوي؟ رح تنظف الفرن. لا انا بنظف الفرن. هي نظف الفرن. انت شو بدك تسوي اذا انت بالاخر؟ بالله شو تسوي؟ والله انا بعرف انت عندك اهم شيء انك انت تمسح الخزائن لانك بتوصل لفوق. والله؟ بابا انا حساعدكم بطريقة الخاصة. طريقة الخاصة هي ثواني بس. تشرب كاسة قهوة؟ لا لا بابا قهوة لا، بدي اشرب شاي صراحة. بدي شاي. يلا بسم الله نقسم الشغل. عشان انا بدي الفرن والجلي. ايه يعني؟ طيب تعالوا خلينا نخلص الاصعب. الاصعب اظنه هون حاليا. طب حنرتب الخزاين جوا جوا؟ مش كثير بابا، مش كثير يعني. ماما اصلا رتبته، يعني احنا جايين على مطبخ مدمر، في النهاية بدنا يعني نشوف شيء نجتهد فيه. ديروا بالكم السكاكين بابا لما نبعدها عن الزاوية. مين بدها تصفط ومين بدها تجلي؟ انا بدي اصفط. انا حنظف ال لا 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 بعدين هنحكي عن الجلي. بنقص نعمل دورين. يلا بابا تفضلوا. بابا انتوا يعني حترتبوا ولا حتدمروا؟ حندمروا. بس انا مش حابه ارتب الجلي، برد. ليش شو اللي برد بابا؟ ما يدافيها طلعي. ما يدافيكم انت يا بابا. بارده. هي بابا هاي ما يدافي. وما لا تصدق في السنة عليها شوي بس عندي للخمسة. خليني أشيل فرح بلاش تتدمر تحت الكرسي. تعالي تعالي شو تسوي انتي هون؟ تعالي تنجوبة يا بي. هلا إذا عادت على كرسي الطعام هتصير تعيط بدها تاكل. أقولكم بدي أعمل لها عنب. فارس تاكل بابا إشي؟ بابا أقطع لنا برتقال وقت بسكوت ساعتنا. طيب يلا ماشي حاضر. ها صدقوني بدي أجتهد أنا كمان معكم، مش بس يعني بكون أقطع لي برتقال. حاضر يلا كلمتينا البرتقال. طيب تعال كل برتقال. يلا هاي البرتقال جاهز طبعا، يعني الواقي اللطيف. شو هذا اللي بدك؟ اول ما اجيت اتحمم. اقتصدي بالماء يا بنية، اقتصدي بالماء، اقتصدي بالماء بابا. بالفلتر ما اول شيء هيك بابا. يلا بعدين بالفلتر. ليليان شو بتسوي بابا انت؟ الجلي. اي واحد فيهم؟ اللي كان بالجلاي؟ لا. ايش بتقصد فيه؟ تمام. جوجو اول مرة بابا بتجلي؟ لا طبعا. لا طبعا. حاسستك اول مرة؟ بسم الله بسم الله بسم الله. طولي بابا طولي بابا بس. دبلي بالك علينا يا فرد. لمين هاي؟ شوي قدام. يمين هي فرح. فارس انت شو بتعمل بابا؟ وجه. ايش بترسم وجه؟ رسمت رجل. شوف فرجيني يا رجل فرجيني. هذا مين هذا الرجل؟ ايش اسمه احكي لي؟ بيبدا باي حرف؟ الله يرضى عليهم الحلوين. متى اخر مره جليتوا فيها تتذكروا؟ متى جلينا؟ بس ما فضينا الجلاية. ما بدي ما تفضينا. متى جلينا؟ جلينا يعني من زمان شوي، يعني شهر شهرين أقل، يعني شهر أتوقع. بس دائما من فضل.
شيء انه مليان سكيت. طيب سؤال، ليش في بعض بصير عند الخواش عندهم صراع مين تجيب من متل لي؟ لان جالي بتاع مالو؟ بتاع اي ناحية؟ يعني والله مش كلمة، يعني انت مثلا تنظيف الفرن مثلا تنظيف الخزائن من صغير نطنط عشان نوصل يعني احنا طبعا. وهاي فنروح العسولة عم تاكل ايش؟ شو بتاكل يا بابا؟ تاكلي العنب؟ لا 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 يا حبيبي، وسختي حالك. بس زعلتي مني؟ ايش ها؟ يلا خذي. الان ننتقل لوين يا بنات؟ للفقره الثانيه؟ يلا جاهزين؟ يلا. وبعد ما خلصها جاي واخيرا اهلكنا، هلا حيبدا في تنظيف الفرن وهيك، وانا حنظف الرخامات اللي هون. يعني يلا الحمد لله اللي بتحسه بالشيء اللي ما بتعمله يوميا، الحمد لله. بالنسبة لكم بابا ايش اصعب اشي بالمطبخ تعملوه؟ الجري. جد؟ طبعا. يعني خلص هلا الاسهل؟ طبعا. حكمت الارض؟ اتوقع. لا ما فيش اتوقع، بدنا او لا، حكمت الارض؟ طبعا. حلتهم هدول لماما. بابا. نعم. ادخلوا الله يرضى عليكم. ليش؟ الله يحب من يتقن عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أحسنته. زاك بابا كمان. زاك. حبيبي هيو الباب مفتوح. ما هو ما فرح بعديها راح تطلع. يا عمي الباب مفتوح، بس انتوا هيك بتحبوا الاولاد، بتحبوا المشاغبه، ما فيش مش معكم من خط مستقيم. يلا فضل. وانا حنصح معاكي، مش حتقدر تمسحيهم كلهم. بلا. ليش عندي شعور انكم انتوا حابين تمسحوا خزاين؟ لانكم بدكم تلعبوا مش تمسحوا. لا. ايش عليك بابا؟ اضبط الراضي انا. يلا جوانا بابا ايش عندك بقى تجوجو؟ بدك تضبي الجلي صح؟ تفضل. بس بوس يلا بسم الله. يلا بابا شيل لك الكراسي. امسك ولش بس عشان تنسي. احسنت يلي سمعت صوت العصر. تنسى بابا عشان اشيلهم على الزاويه الجنبيه. طبعا احنا اليوم تعبنا يعني كتير تعبنا، بس احنا كان هدفنا تحفيز كل البنات اللي في عمرنا انه يشتغلوا زي هيك كل اسبوعين مثلا او اشي زي هيك. واذا انتوا بتشتغلوا كل يوم مع امكم احنا كتير بنشكركم، ويعني هاد كان هدفنا. بدنا طبعا اكيد من الناس الحلوين اللي شافوا جوان وليان يتعلموا منهم هذا الشيء الكويس، وانه بالفعل نساعد امهاتنا ونحس فيهم. تعبتوا يا بابا؟ يعني كتير. شوي شوي ولا كتير؟ يعني كتير. يعني كتير ولا شوي؟ كتير شوي. طيب يا بابا هذا التعب مش ماما كل يوم عم تتعبوا؟ صح. الله احنا بنروح من مدرستنا بنشوف البيت مصفط مرتب، الاكل جاهز، الجلي مجلي، الغسيل مغسول، الكوي مكوي. فما في ناس بقول لك طب احنا في عندنا مين يساعدنا في البيت؟ في عندنا مساعدات او عاملات او خدمات في البيت، برضه هذول بابا بشر كمان لازم نحس فيهم، صح ولا لا؟ ممكن نساعدهم. لذلك يا بابا بنقول لكل الامهات اللي بيتابعونا او يشوفون الله يعطيهم العافيه، وانتم كمان الله يعطيكم العافيه، وكل بنت بتساعد امها في البيت بنقولها الله يعطيها الله يرضى عليها ويعطيها العافيه،
ومش بس كل ام، في كمان ازواج اذا شفتوا كانوا قاعدين بسعد، شفتوا ولا ما شفتوا؟ كثير كان عم يطعموا البيبي، حرام عليكم. طيب في الختام لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والى اللقاء.